حاجات سمبوزيوم شويه. ايه رايك تسمعنا حاجه من السمبوزيوم ده؟ ازرق. هو ايه ده الازرق؟ خط النمير يا باشا، لان خط النمير ازرق والقلم في الفصل ازرق، واما قال مقلوب وهطفح ركبوه البوكس الازرق ولبسوه في السجن ازرق وختموا ختم النسر الازرق. البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم ازرق، واللي ضايعه تستخبى تحت ليله هلس ازرق، والجميله كي لا تحسد كان لابد من الفصل الازرق. الولد لفلف ودخن، والولد لفلف ودخن فخ كان دخانه ازرق مص دمه، ودار همه في بنطلونه الجنس الازرق، ونقال حرام يرموه في مكان ما يعرفوش الجن الازرق. يبقى ايه؟ يبقى ليه بقى الاحمر والابيض لما هي لونها ازرق؟ كفايه كفايه، هي كده خلصت يا باشا.